وأول فاشينيستا وصلت على الاستوديو اليوم أمل. هلأ مبلشين مع أمل. اليوم أمل أنا حاسة فوتتها فيها كونفيدنس مش طبيعية، فايتة مع أتيتيود. I love شعرها أمل. اسم الله اسم الله، I love شعرك. حبيت كتير العقد لبسته. I like the كافتان. I like the attitude. عسلامة بيوتي ماتش، اسمي أمل عويدي، عمري 30 سنة وأنا من تونس. اسمي على الانستغرام her name is أمل، عندي 5000 followers so make sure to follow me. أنا I love fashion، بس أكتر شيء بحبه مثل الفاشن هو الميوزك، عشان I'm a DJ as well. و that's why بتلاقوني أكتر شيء عندي بوهو ستايل، عندي ريفر ستايل مرات، فيستيفال ستايل، فهيك في ميكس مع a lot of chic of course. On the first arrival. وتين الوصلين لليوم فرح. I love فرح's look. Wow, wow, wow. I like it. عن جد فاشينيستا يعني. Yes. هلو، أنا فرح البنا من لبنان، عمري 24 سنة. فيكن تلاقوني على الانستغرام under the فواج. أنا صار لي سنة ونص على الانستغرام as an influencer. عندي 2000 followers على الانستغرام لحد هلا. عملت هذا الأكاونت كرمال لساعد الفولورز تبعي to get inspired بالستايلز اللي أنا بعملهم، وكون guide يمكن لألون يساعدهم بستايلينج themselves. سالو، بونجور، كيفك اليوم؟ تمام، how are you؟ الحمد لله تمام. شو هاللبس الحلو؟ Thank you. I love the queen. Love the queen. Thank you. وبلا طول انتظار خلونا نستقبل ثالث الوصلين عمران. عمران حاسسته رايح سفاري. عيش سفاري. علاقة لأنه الشباب إجمالاً ما بيحبوا يكونوا كتير جريئين بالستايل تبعهم. أنا العكس، لأنه بحب لما الشاب يفرجي شخصيته، مش ضروري يحس حاله أنه بده يلحق بقية الـ 99.9% من الرجال، أنه this is what he likes and this is what he does. So I like that.